طاب مساءكم. تفجر الاقتتال في ليبيا هو أول ملفات الأخيرة التي سأقدمها لكم أنا فرح البرقاوي، ونسأل فيه عن الأسباب التي جعلت طرفي الأزمة ينتقلان من غرف المفاوضات إلى ساحات المعارك، ونتقصى عن إمكانية لجم التصعيد والعودة إلى الانتخابات. في الأخيرة كذلك نحاول أن نتفقد أحوال المنكوبين في باكستان الذين أغرقتهم الفيضانات، كما نجول بين أحداث أخرى على خريطة الأزمات والصراعات في العالم. الأخيرة مشاهدينا تأتيكم على شاشة التلفزيون العربي في تمام الساعة 11 بتوقيت القدس، 8 بتوقيت غرينتش، ويمكنكم متابعتنا عبر البث الحي في اليوتيوب. كونوا معنا.